دلوقتي مشاهدينا خلينا نعرف احوال الشوارع ايه، هل في زحمه دلوقتي في الشوارع ولا لسه، اخبار السيوله المروريه ايه، نعرف كمان اسعار الذهب والعملات، وكمان نطمن على حاله الطقس من بسنت. اتفضلي يا بسنت. شكرا ليك يا شاذلي. تعالوا نتابع مع بعض دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبدا جولتنا من محافظه القاهره. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطه وغير مؤثره، وبامتداد الشارع لحد محطه غمره بتظهر سيوله مروريه لمدينه نصر، كمان بتشهد بعض الشوارع كثافات مروريه، اما اعلى الاوتوسترات في سيوله مروريه نسبيه بتزيد بعد شويه للقادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، وكذلك في بعض الكثافات المرورية البسيطة. كمان بيشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد. نكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وتحديدا من شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية ملحوظة جدا، ونفضل ماشيين لحد ما نوصل لميدان الجيزة هناك، وهنلاقي بعض الكثافات اللي بتقل بشكل كبير جدا لحد ما هنلاحظ وجود سيولة مرورية. في الدقي بتشهد الطرق هناك سيولة مرورية، وبتظهر بعض الكثافات الكبيرة على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لكوبري ثروت لحد شارع أحمد زويل، وهناك هتكون بعض الكثافات. في محافظة الإسكندرية زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات موجودة عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في سيولة مرورية نسبية في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما بقى الشوارع الجانبية ففي سيولة مرورية نسبية. ونكمل جولتنا المرورية ونروح لمدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد أو بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ أن في كثافات مرورية لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية، وكمان في كثافات مرورية لحد شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلونا نستعرض مع بعض جولة سريعة عن أحوال الطقس. الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وفي كمان نشاط للرياح على كافة الأنحاء مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في مطروح 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.